الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كلامنا في باب فرض طاعه الائمه عليهم السلام من كتاب الكافي الشريف الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب عن بشير العطار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: "نحن قوم فرض الله طاعتنا، وأنتم تأتمون بمن لا يعذر الناس في بجهالته" تجب طاعة الائمة عليهم الصلاة والسلام لان الله سبحانه وتعالى امر بطاعتهم فقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقد ذكرنا في الحلقات الماضية ان اولي الامر في هذه الاية لا تشمل غير المعصومين لان غير المعصوم اذا كان فاسقا يرتكب المعاصي فتحرم اطاعته بل لا, لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق وقد يكون حاكما عادلا لكنه يخطئ فاذا اخطا حكم الله ايضا لا تجوز طاعته بل تجب طاعه الله سبحانه وتعالى ففي هذه الآية حينما يأمر الله سبحانه وتعالى بإطاعة الرسول وإطاعة أولي الأمر، معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله لا يخطئ. فتكون طاعته طاعة لله، كما قال سبحانه وتعالى: "ومن يطع الرسول فقد أطاع الله". وكذلك أولي الأمر، حينما يأمر الله سبحانه وتعالى بطاعتهم بشكل مطلق، معنى ذلك أن طاعتهم هي طاعة لله فلا يعصون الله سبحانه وتعالى ولا يخطئون حكم الله وقد أجمعت الأمة في أن الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وآله يعني أن أبا بكر وعمر وعثمان وخلفاء بني أمية وسلاطينهم وخلفاء وسلاطين من العباس هؤلاء ليسوا بمعصومين، أجمعت الأمة على ذلك فالآية لا تشملهم وإنما هي خاصة بأهل البيت لأنهم هم الذين دلت الأدلة على عصمتهم ولو لم يكونوا معصومين لما كان لهذه الآية موردا والله سبحانه وتعالى أعز وأجل من ان يامر بشيء لا موضوع له. فاذا اولو الامر المعصومون، وهؤلاء المعصومون منحصرون في الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، كما ذكرنا تفصيل ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي امر بطاعه الائمه عليهم الصلاه والسلام. هذا المقطع الاول من هذا الحديث الشريف. المقطع الثاني انه المسلمون اذا لم يطيعوا الائمه عليهم الصلاه والسلام الائمه من اهل البيت فلا عذر لهم لماذا؟ لان دلائل امامتهم واضحه جدا واذا الانسان لم يعتقد بها او لم يعلم بها فهو عن تقصير والجاهل المقصر كالعامد ادله امامه الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام موجوده في كتب المسلمين من الفريقين على رغم ان اعداء اهل الأهل البيت عليهم الصلاه والسلام حاولوا طمس فضائلهم وطمس النصوص الدالة على امامتهم. لكن الله سبحانه وتعالى شاء ان يتم الحجة. قل فلله الحجة البالغة. ولذلك هذه النصوص ايضا جاءت في صحاح العامة ايضا. بحيث انه لا يتمكنون من انكارها. نعم البعض يحاول تأويل تلك النصوص أو تفسيرها بغير معناها أو حملها على أو يريد حملها على غير ظاهرها، لكن الحجة تمت، فإذا واحد لم يعلم بتلك النصوص هو جاهل مقصر كما ان ادله نبوه الرسول صلى الله عليه واله تامه اذا واحد لم يسلم من اليهود او النصارى او المجوس او سائر الفرق الحجه تامه عليهم لا يتمكن في يوم القيامه ان يقول لم اكن اعلم بالادله الداله على نبوه رسول الله محمد صلى الله عليه واله فلذلك ما امنت به. لا يتمكن من القول لماذا؟ لأنه يقال له هل لا تعلمت الأدلة واضحة القرآن كان موجودا وقد ترجم إلى اللغات المختلفة الأدلة الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله واضحة جدا لماذا لم تكن تعلم بها هذا الجاهل المقصر وكذلك الأدلة الدالة على إمامة الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إذا واحد لم يكن يعلم هذا جاهل مقصر والجاهل المقصر كالعامد حتى عند العقلاء يعني إذا الآن واحد مثلا يسوق المرور أخذوه بمخالفة قالوا أن هذه العلامة تدل على كذا لماذا خالفت؟ لا يتمكن من ان يقول لم اكن اعلم بان هذه العلامه تدل على هذا الامر. يقال له لماذا لم تتعلم؟ لازم تتعلم. انت اللي الان السائق لازم تتعلم قوانين السير العلائم التي ينصبها المرور لماذا لم تعلم؟ فانت مقصر وتستحق العقوبه بغرامه ماليه مثلا. فلذا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: "وأنتم تأتمون بمن لا يعذر الناس بجهالته". إذا كان الناس يجهلون الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يجهلون إمامتهم، يجهلون وجوب طاعتهم، فليسوا بمعذورين، لأنهم عادة جاهلون عن تقصير، نعم. إذا كان هناك جاهل قاصر، بمعنى أنه لم يكن يتمكن من الوصول إلى الحقيقة إيه الجاهل القاصر معذور. وقد ذكرنا في ما مضى مثال مثلا في اليوم الذي بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، هناك كان ناس يعيشون في أقاصي البلدان في العالم في أمريكا الجنوبية، في أمريكا الشمالية الهنود الحمر مثلا كانوا موجودون. في أماكن نائية لم تصلهم الدعوة. كان مستحيل عليه في ذلك الوقت أن يعلم بهذه الدعوة. زين يعني هذا جاهل قاصر هو كافر. لكن لقصوره معذور. والجاهل القاصر حسب الأحاديث إذا كان جهله أدى به إلى الكفر فهذا في القيامة يمتحن، زين إذا واحد من الناس مثلاً مرأة كبيرة في السن أو رجل أمي لا يتمكن من الحركة والسفر والعلم لم يعلم بإمامة الأئمة من أهل البيت وكان قاصرا لا مقصرا في جهله والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بالقاصر عن المقصر إذا كان قاصر فهذا معذور لكن غالب الناس ليسوا هكذا غالب الناس يتمكنون من الوصول إلى الحقيقة بس لازم يتحرك ليش ما تحركت فجاه المقصر خصوصا في هذا العصر في هذا العصر وسائل الاتصالات متوفرة المواقع في النت الاتصالات الفضائيات الاذاعات الكتب وغالب الناس يتمكنون من الوصول الى الحقيقه فاذا هو كسل عن ذلك واعتمد على ما سمعه من ابائه انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون وهذا ليس بمعذور، كان يتمكن من الوصول الى الحقيقه لكنه توانى وتكاسل وانتم تأتمون بمن لا يعذر الناس بجهالته، يعني انتم اتباع اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. في حديث اخر الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يقول في تفسير هذه الآيه في قول الله عز وجل وآتيناهم ملكا عظيما يقول الإمام الباقر الطاعة المفترضة، الآية هي في سورة النساء نصها: "أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟" فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون يعني بل يحسدون. هؤلاء الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه واله ولم يؤمنوا بأهل بيت رسول الله محمد عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء لماذا لم يؤمنوا؟ قسم منهم لم يؤمنوا حسدا اليهود الذين كانوا يقطنون في المدينة المنورة وأطراف المدينة هؤلاء حسب ما ورد في بعض التفاسير كان سبب مجيئهم إلى هذه المناطق يعني لماذا جاءوا إلى المدينة استوطنوها أو في أطراف المدينة في خيبر مثلا وغيرها لماذا استوطنوا في هذه الأماكن لانهم وجدوا في كتبهم ان نبي اخر الزمان اخر الزمان يبعث من هذه المنطقه فهاجروا الى هذه المنطقه واستوطنوها طمعا في ان يكون النبي منهم وحينما كانوا يظلمون المشركون كانوا يظلمونهم كانوا يطلبون الفتح ويقولون للمشركين انه سيبعث النبي وسينقذنا منكم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يعني يطلبون الفتح لكن لما بعث رسول الله محمد صلى الله عليه واله من غيرهم من بني اسماعيل مو من بني اسحاق فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لماذا؟ حسدا. هذه الآية تقول: أم يحسدون يعني بل يحسدون الناس يعني النبي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام على ما آتاهم الله من فضله. يعني الله سبحانه وتعالى تفضل على محمد بأن جعله رسولا نبيا جعله خاتم الأنبياء. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على محمد رسوله صلى الله عليه واله. ليش تحسدوا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي اعطاه. لماذا تحسد امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام على فضائله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي فضله. الله سبحانه وتعالى هو الذي عينه. الخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا تحصده؟ هذا فضل الله سبحانه وتعالى عليه هذا من جهة من جهة أخرى الرسول محمد وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم فكما الله سبحانه وتعالى آتى إبراهيم وآله الملك العظيم كذلك اتاه للرسول محمد ولاهل بيته عليه وعليهم الصلاه والسلام. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ما هو وجه الحسد؟ من النبوه والامامه التي اتاها الله سبحانه وتعالى لمحمد واهل بيته. اتى محمدا النبوه والامامه واتى اهل بيته الامامه. لماذا تحسدونهم؟ وبيت محمد صلى الله عليه واله بيت النبوه وليس ذلك مستغرب فيه فقد آتينا آل ابراهيم يعني ابراهيم واله الكتاب الله سبحانه وتعالى فضل ابراهيم بأن آتاه الكتاب والحكمه ومن مصادق الحكمه الشريعه لان الحكمه من الاحكام فوضع الشيء في موضعه إحكام له لذا يقال له الحكمة والشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى محكمة وضعت في موضعها لذا كانت من الحكمة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما زين شنو هذا الملك العظيم إبراهيم لم يحكم إبراهيم من اليوم الأول لم يكن حاكما إلى اليوم الأخير وكذلك عامة الأنبياء والأوصياء من ذرية إبراهيم إلا القليل منهم يوسف لفترة صار عزيز مصر مثلا وبعض الذرية الله سبحانه وتعالى آتاهم الملك لكن عامة الأنبياء والأوصياء من ذرية إبراهيم لم يكونوا ملوكا ولم يكن لهم سلطة دنيوية ظاهرية فما هو المراد بالملك العظيم؟ الملك العظيم الطاعة المفترضة ليست السلطة لأيام معدودة على الناس هذه ليست ملكا عظيما هذه أيام وتزول لا عظمة فيه بس أفرض فرعون حكم أيام قلائل وانتهى هاي الإمبراطوريات التي قامت في العالم حكموا أياما قلائل وانتهوا هذا لا يقال له عظيم الملك العظيم من الله سبحانه وتعالى هو الطاعة المفترضة، هذا هو العظيم، هذا الذي يوصف بالعظمة. أما الملك الدنيوي فالفسقة والفجرة والسلاطين الجائرين والفراعنة والأكاسرة والقياصرة الكفار كان لهم هذا الملك. شرار الخلق أصبحوا ملوكا بسبب السلطة والقوه والعسكر الذي كان لهم هذا لا يسمه الله سبحانه وتعالى بالعظمه فحينما يقول واتيناهم ملكا عظيما هذا شيء اخر شيء رباني وشيء الهي بانه اوجب على الناس ان يطيعوهم اعطاهم الرئاسه العامه في الدين والدنيا هذا هو الملك العظيم فالامام عليه الصلاه والسلام في هذه الايه وآتيناهم ملكا عظيما الطاعه المفترضه يعني الله سبحانه وتعالى آتى الناس في هذه الايه وهم محمد صلى الله عليه واله وآل محمد عليهم السلام. حديث اخر الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول اشرك بين الاوصياء والرسل في الطاعه. الله سبحانه وتعالى لا شريك له. في اي شيء. لكن هناك تفضل على خلقه وقد يكون هذا التفضل على افراد متعددين فاشركهم في امر يعني مثلا الله سبحانه وتعالى جعل هارون نبيا اشركه في النبوه مع موسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام. كما في هذه الآية في سورة طه: "وأشركه في أمري، يعني أمر النبوة، كما جعلتني أنا موسى نبياً اجعل أخي هارون أيضاً نبياً." زين الله سبحانه وتعالى تفضل على الأنبياء بأن أوجب طاعتهم على الناس. وكذلك الأوصياء. فاشرك بين الانبياء والاوصياء في الطاعه في حديث اخر الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول نحن قوم فرض الله عز وجل طاعتنا ثم خصهم بامور يقول لنا الانفال ولنا صفو المال ونحن الراسخون في العلم ونحن المحسودون الذين قال الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الله سبحانه وتعالى خص الأئمة عليهم الصلاة والسلام بأمور معنوية وأمور مادية. أمور في أنفسهم وأمور في نسبتهم إلى سائر الناس. يعني الله سبحانه وتعالى رزقهم العلم هذا في انفسهم الله سبحانه وتعالى اوحى العلوم الى رسوله محمد صلى الله عليه واله والرسول صلى الله عليه واله علم الائمه عليهم الصلاه والسلام يعني علم امير المؤمنين والائمه توارثوا ذلك العلم سواء في الامور التاريخيه أو ما ستحدث أم في أمور الشريعة فعلمهم الشريعة كاملة علمهم علم القرآن، علمهم ما كان وما يكون وما هو كائن الله علم رسوله والأئمة عليهم الصلاة والسلام علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها والأحاديث في ذلك كثيرة هذه فضيلة في أنفسهم وجعلهم الراسخون في العلم في الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الله جعلهم الراسخون في هذه الآية الراسخ في العلم شنو هو؟ الذي قدمه ثابت في العلم لا يتزلزل يعني مرة أنت واقف على مكان هذا المكان مثلا رملي أو غير مستقر فقدمك غير ثابتة مرة واقف على مكان صلب لا تتزلزل قدمك فشبه بذلك العالم الذي يعلم بشكل تفصيلي وحقيقي هذا لا يتزلزل بالشبهات ولا بغير الشبهات الراسخون في العلم من هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعد الرسول على أئمة فقد تفصيل ذلك هذا في أنفسهم أما نسبة الناس إليهم أن الناس يجب أن يطيعوهم لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم الرئاسة العامة وعلمهم فكل ما يقول مطابق للحق الرسول صلى الله عليه وآله الله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ويقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة والرسول صلى الله عليه وآله في يوم الغدير قال ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى قال من كنت مولاه فعلي مولاه يعني من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه فإذا أمره بشيء يجب أن يطيع وايضا الله سبحانه وتعالى خصهم بامور مادية تفضيل لهم وايضا لحاجة منصبهم او تكريم لهم مثلا الانفال يسالونك عن الانفال قل الانفال لله وللرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم الانفال شنو هي؟ كلمه الانفال ماخوذه ما من النفل النفل يعني الزياده اذا مثلا الصلاه المستحبه يقال لها نافله نافله الصبح نافله الظهر نافله العصر لماذا يقال لها نافله لانها زياده على الفريضه انت واجب تصلي في الصبح ركعتين ويستحب زياده على هاتين الركعتين ان تصلي ركعتين اخريين نافلةً استحب مواجب واجب تصلي صلاة الظهر اذا لم تكن مسافرا اربع ركعات والنافلة زيادة على هذه الركعات الاربع ثمانية ركعات مستحبة وهكذا بقية الفرائض لها نوافل مذكورة في الكتب الفقهية لانها زيادة ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة هاي الآية الشريفة لأن إبراهيم طلب الولد الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه وزيادة يعني رزقه الولد والحفيد لذا يعقوب كان نافلة يعني زيادة على دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام زين الأنفال الزيادات المالية التي جعلها الله سبحانه وتعالى للرسول خاصة به دون سائر شركائه في الخمس الرسول إلى شركاء في الخمس واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فالرسول له سهم ولآخرين أيضا سهام لكن الانفال زياده على سهم هي خاص للرسول. زين شنو هي الانفال؟ في الحديث الشريف عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول الانفال كل ما اخذ من دار الحرب بغير قتال. مثل فدك. كان يهود في فدك هؤلاء جاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه واله وقالوا يا رسول الله او يا محمد احنا ما نقاتلك لكن لا نؤمن وهذه فدك لك هدية لك بس احنا نبقى مزارعين فيها اعطينا اجور عملنا زين هذه فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب المسلمون لا حق لهم في ذلك لانهم لم يحاربوا عليها فلذا كان للرسول صلى الله عليه واله ثم نزلت الآية وآت ذا القربى حقه يعني آت فاطمة سلام الله عليها فدكا هذا كالتعويض عن الأموال التي صرفتها خديجة رضوان الله تعالى عليها في نصرة الإسلام لأن الرسول ما كان إلا مال لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى اغناه الله بمال خديجه وخديجه فتحت اموالها خزائنها للرسول صلى الله عليه واله فصرف في تشييد الاسلام تلك الاموال الى ان افناها. فالله سبحانه وتعالى كتعويض امر بان يعطي رسول يعطي رسول رسول الله صلى الله عليه واله فدك لفاطمه سلام الله عليها. زين من الانفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال وكل أرض انجلى عنها أهلها بغير قتال والأراضون الموات والآجام كالغابات وأمثال ذلك وبطون الأودية وقطائع الملوك وميراث من لا وارث له وهكذا هذه الأنفال تفصيلها إن شاء الله سيأتي في المستقبل هذه للرسول صلى الله عليه وآله زين من بعد الرسول للأئمة عليهم الصلاة والسلام يقول لنا الأنفال ولنا صفو المال هذه أيضا مسألة أخرى وهي أنه حينما يقاتل المسلمون المشركين فإذا غنموا غنائم صفو المال يكون لرسول الله صلى الله عليه واله ومن بعد الرسول الأئمة صفو المال شنو هو؟ يعني ما اصطفاه ملوك الكفار لأنفسهم هذا بعد لا يكون ضمن الغنيمة ليش لأن غالبا هذه أمور تكون نفيسة فتكون لرسول الله صلى الله عليه وآله لكي إذا أراد أن يهديها أن يجلب قلوب المؤلفة قلوبهم مثلا ينشر الدين كذا تكون له صلى الله عليه وآله ما تفيد المقاتلين لأن أمور ثمينة عادة لا يتمكنون من التصرف فيها تصرفا صحيحا ولنا صفو المال يعني بعد الرسول للأئمة عليهم الصلاة والسلام ونحن الراسخون في العلم هسه الأنفال وصف المال هذا أمر مالي فرض الله عز وجل طاعتنا هذه نسبته الناس إليهم ونحن الراسخون في العلم هذا أمر في ذاتهم نحن الراسخون في العلم ونحن المحسودون هاي أيضا نسبة الناس إليهم لكن الناس المخالفون الذين يطيعون الائمه عليهم الصلاه والسلام نسبتهم الى الائمه نسبه الطاع الناس الذين يعارضون الائمه نسبتهم الى الائمه الحسد يحسدونهم ونحن المحسودون الذين قال الله ام يحسدون الناس على ما اعطاهم الله من فضله هذه بعض احاديث هذا الباب وهناك احاديث اخرى نتركها الى حلقه قادمه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين